بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. صدق الله العظيم. أحمدك اللهم أن رضيت لنا الإسلام دينا وبعثت فينا محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته في ليلة جديدة من ليالي هذا الشهر الطيب المبارك، شهر رمضان، شهر النفحات، شهر الخيرات، شهر الذكر والتسابيح، شهر القيام والتراويح. نحييكم عبر موقع وزارة الأوقاف المصرية ومن مسجد نفيسة العلم السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة، حيث نقدم لكم هذه الاحتفالية الجديدة من احتفالياتنا الإيمانية المباركة. نستهلها بهذه التلاوة القرآنية المباركة للقارئ الشيخ أحمد نعينع لما تيسر من سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من عند بيتك المحرم عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما على الله من شيء
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء صدق الله العظيم. وبعد هذه التلاوة القرآنية المباركة التي بدأنا بها هذا الاحتفال الطيب المبارك عبر موقع وزارة الأوقاف المصرية، يسعدنا أن نتابع مع حضراتكم هذا الحديث الديني الذي يقدمه لنا فضيلة الشيخ حسن شحات عثمان حول حفظ اللسان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن الإسلام دين الأخلاق. أثنى الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومدحه في كتابه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: صالح الأخلاق. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. وهكذا ينبغي على المسلم أن يحفظ أيضاً لسانه من آفات اللسان، فلا يتكلم فيما لا يعنيه. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولا يخوض ولا يتتبع عورات الناس. أيضاً عليه ألا يكذب، ألا يكون كذاباً. على المسلم أن يبتعد عن الكذب ونشر الشائعات وترويج الشائعات، أن يبتعد عن الفحش وعن البذاء، أن يبتعد عن اللعن والسباب، أن يبتعد عن النفاق، وأن يحفظ لسانه من كل هذه الآفات، لأن الإنسان سيحاسب أمام ربه عز وجل عن كل ذلك. قال ربنا عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ونبينا صلى الله عليه وسلم عندما سأله معاذ رضي الله عنه: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هكذا قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يحفظ لسانه وأن يصون لسانه حتى ينال ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، كما بين النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لطاعته، إنه نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. روحي بحبك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمد،
في ذكره نور وفيه نعيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى كلمة العلم، ونحن ننقل لحضراتكم هذه السهرة الإيمانية المباركة عبر موقع وزارة الأوقاف المصرية في هذه الليالي المباركة. أيها الإخوة المؤمنون، ونختتم هذه السهرة بالدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى. المولى سبحانه وتعالى يقول: ادعوني أستجب لكم. فنرفع إلى الله سبحانه وتعالى أكف الضراعة، داعين المولى عز وجل العفو والعافية في هذه الليالي الكريمة المباركة، داعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا الحبيبة مصر بحفظه، وأن يحفظ سائر بلاد المسلمين بل وسائر بلاد العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، والآن نضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ محمد إبراهيم الجزار. الله يفعل ما يريد بأمره، من ذا يردك يا وهو الكريم وهو الكريم وهو الكريم وواهب الغفران. إن قلت يا قلت يا رب لبى دعوتي وحبى سترا وحبى سترا فيه كل رب عزيز حافظ لعباده يهدي القلوب مداد